انا برضو مش فاهمه انت عايزني اعمل ايه دلوقتي. يعني عمال تقول لي ابوك مش هيسيبني، وانه من ساعه ما خالد راح يطلب ايدي منه وهو حاطط حاجه في دماغه وعايز يعملها. انا برضو مش فاهمه انا اعمل ايه. نتجوز. حازم انت مدرك انت بتقول ايه؟ ده انت اخويا الصغير. انت ليه محسساني الموضوع سهل بالنسبه لي؟ ان انا اتجوز ارمله اخويا الكبير فيروز. انت اكتر واحده عارفه عاصم كان عندي عامل ازاي، الله يرحمه. بس في نفس الوقت انا صعب عليا ان انا ابقى شايف بابا بيحرمكم من ورث عاصم واقعد ساكت. عشان كده انا بعرض عليك ان احنا نتجوز. صدقيني جوازنا هيبقى على الورق بس، وهنفضل اخوات. كل ده عشان بابا يهدى عليكم ويدي الفريده حقها. ماشي يا حازم، انا هفكر. جيت بدري يعني. هو انت ما بتذاكرش ليه؟ انا لسه راجع من المدرسه، هريح وبخش اذاكر. ماشي. فين بقى الاكل عشان انا جعان؟ طب شوف انت وحمزه تحبوا تاكلوا ايه واطلبوه من بره. انا عن نفسي كلت في المدرسه وشبعان. هو احنا مش امبارح اكلنا من بره واول امبارح اكلنا من بره، ولا هو اي صرف وخلاص؟ في ايه يا هشام؟ ما انت عارف ان انا بقيت بشتغل وساعات كتير جدا برجع من الشغل تعبانه مش قادره اعمل حاجه. ليه يا حبيبتي؟ وانت على ايديك نقش الحنه؟ ما كل الستات بتشتغل، ما امي بتشتغل وواخده بالها من البيت وعمرها ما خليت نطلب اكل من بره. ايوه بس انا مش مامتك يا هشام. طبعا يشرفني اكون زيها، بس كل حد مختلف عن التاني، كل حد له حياته وله طاقته، وانا طاقتي بوفرها بالحاجات اللي انا شايفاها مهمه. اللي هي ايه بقى؟ انا عايز اعرفها. بيتك مثلا اللي عامل زي الزريبه، ولا ابنك مثلا اللي بتسيبيه اكتر من نص اليوم قاعد لوحده عشان ساعتك بتقسمي طاقتك؟ يا ريت بس الهانم تقول لي بتقسمي طاقتك في ايه عشان انا عايز اعرف. لا انا اعرفك، الهانم بتشتغل عشان تعرف توفر فلوس عشان تربي ابنها تربيه كويسه. الهانم بقت تركز جدا مع ابنها لانه اتضح انه بعد ما دخل المدرسه دي انه اقل واحد في سنه. الهانم لما هتشتغل هتدخل فلوس للبيت ده وهيبقى زيها زيك بالظبط، ساعتها بقى تقدر تجيب حد يساعدها في البيت وما يبقاش ذريبه زي ما حضرتك بتقول. كفايه ولا كمل؟ ده كفايه، ده كفايه قوي. يعني الهانم بقى كانت عايزه تشتغل مش عشان تجيب فلوس وتساعدني في مصروف البيت زي ما كانت بتقول. كنت عايزه تشتغلي وتمسكي فلوس عشان تعملي راسك براسي وتردي عليا كلمه بعشره، مش كده؟ لكن وحيات امي ما هيحصل ولا هنقولها لك. وانت خش ذاكر وسيب الزفت ده. عيشه بقت تقصر العمر بقاش قرف. مبسوطة يا فيروز؟ بوظتي لي حياتي وانبسطتي يا فيروز؟ خربتيها وقعدتي على تلها يا فيروز؟ في ايه يا هشام مال؟ انت واحدة ولا عندك بيت ولا عندك راجل ولا عندك أي مسؤولية في حياتي غير البيت الصغيرة دي، حياتي كستي وانت حرة فيها، لكن حياتي أنا ببوظيها ليه؟ فريدة حبيبتي ادخلي جوه. في ايه يا هشام؟ بتتكلم كده ليه؟ في إن حياتي أنا والست رنا كانت ماشية زي الفل لحد المدرسة الزفت دي ما ظهرت، هي ظهرت من هنا وحياتي اتقلبت من هنا، وانت السبب. أنا السبب يا هشام؟ ليه؟ أنا عملت إيه؟ مش أنت اللي قعدت تنزلني على دماغها؟ اشتغلي 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 اشتغلي، وفي الآخر إيه اللي حصل؟ نزلت اشتغلت وأخدت حمزة معاها كمان عشان يبقى عندك في المدرسة. لا يا هشام أنا ما زلتش على حد، مراتك هي اللي كانت عايزة تشتغل، أنا يا دوب اقترحت عليها، وهي قالت لي إن هي موافقة وإن أنت كمان موافق. ومدرسة حمزة القديمة مش أحسن من المدرسة بتاعتنا على فكرة، عشان تحسسني إن أنا أذيتك قوي كده. هي المدرسة الهباب دي هي اللي قويتها عليا، هي اللي خليتها تقف قدام الند بالند، بقى بترد عليا كلمة بعشرة. ويا ريت على كده وبس يا ماما، لا واخدة بالها مني ولا من البيت ولا من الواد ولا من أي حاجة. يا هشام أنا عندي هموم قد الدنيا، عندي مسؤوليات قد راسي، وبعدين أنا لحد دلوقتي مش فاهمة أنت إيه مشكلتك معايا. ما تروح يا حبيبي تحل مشاكلك مع مراتك، مش كل اللي عنده مصيبة يجي يرميها على فيروز. صدق انت صح، انت صح يا فيروز، انا استاهل ضرب الجزمه اللي نزلتها تشتغل معاكي في المدرسه. في ايه يا هشام؟ خلصت؟
ما هو ما تقنعنيش انك بتشوط في اختك كده عشان البيت مش مترتب ولا في اكل مش معمول. مش هبقى انا امك يعني حافظاك، انت ما تطلعش الطلعه دي الا لما يكون في حاجه. قول افدت بالشغل يا ماما.